يعني ايه اصلا مبادره الفريق الرئاسي؟ فكره مبادره الفريق الرئاسي موجوده في اكتر بقالها اكتر من سنه تقريبا. بدات فكرتها بحلول مقدمه ومطروحه من اساتذه اقتصاد وعلوم سياسيه من قبل الدكتور عصام حجي، حطوا مشكلات حلول للمشكلات الصحه والتعليم والاقتصاد. عندنا رؤيه للملفات الاقتصاديه، وعندنا رؤيه لمشاكل التعليم، وعندنا رؤيه خاصه بالمبادره لمشاكل الصحه، ومقدمين الحل ليها. وكنا بنقول ان دي اي فريق اي رئيس مدني هيتم التوافق عليه من قبل الاحزاب التيار المدني الديمقراطي اللي في مصر، احنا هندعمه بشكل قاطع وهنقدم له رؤيتنا في الصحه وفي التعليم وفي الاقتصاد. هو مش امر ملزم، ولكن دي رؤيتنا وحل المشاكل الموجوده اقتصاديا وصحيا والتعليم. بنديها للمرشح دوت، هو حابب يضيف، حابب يلغي الموضوع خالص، وهو عنده ملفه الشخصي كمرشح رئاسي. كل ما هنالك اللي احنا بنقدم بدايل او بنقدم وجهات نظر مختلفه لعرض المشكلات او لطرح حلول للمشكلات الاقتصاديه والسياسيه اللي موجوده في مصر. لما جينا نعمل ندوه في بوابه يناير تم منعها، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين اتمنعت ليه. عايزين يبقى يكون في مناخ مهيئ للديمقراطيه في مصر، مش عايزين نلاقي شباب بينزل يشتغل مع المرشح الرئاسي بتاعه اللي هو شايف من وجهه نظره، نلاقي اللي فيه حالات قبض عشوائي للشباب زي ما هو حاصل الفتره ديت. مجرد اللي بقى فيه كلام في انتخابات رئاسيه بنلاقي اللي فيه قبض عشوائي للشباب، الاحزاب زي شباب في حزب العيش والحريه، شباب في حزب الدستور، شباب في حزب مصر الديمقراطي. عندنا الدكتور احمد حسني اتقبض عليه فين؟ في بورسعيد، علشان هو عضو حزب الدستور في بورسعيد وعضو الفريق مبادره الفريق الرئاسي معانا، اتقبض عليه. احنا مش عارفين التهمه ايه، التهمه بتقول لك جماعه محظوره، فاحنا مش عارفين هو حزب الدستور جماعه محظوره ولا المبادره هي اللي جماعه محظوره. فاحنا عايزين يكون في ضمانات حقيقيه للشباب لما تيجي تنزل تشتغل عمل سياسي نزيه شريف في مصر، الناس دي يكون بتشتغل باريحيه ويكون في ضمانات اللي ما يتمش القبض عليهم والتنكيل بالشباب زي ما احنا شايفين دلوقتي. هل توجد عناصر اخوانيه ضمن مبادره الفريق الرئاسي؟ قولا واحدا، مفيش اي عنصر من عناصر المكتب السياسي لمبادره الفريق الرئاسي عضو بينتمي لعضو الجماعه الاسلاميه او عضو التيار احزاب الاسلام السياسي. مفيش اي تنسيق قائم ما بين احزاب التيار الاسلامي، قولا واحدا ده امر مرفوض تماما. بعض كلمني وقال لي اسال شريف هلال عن اذرع المبادره في تركيا وقطر وماليزيا، بيعملوا ايه الناس دي؟ احنا ما عندناش حد من اعضاء الفريق الرئاسي في ماليزيا، ما عندناش حد اعضاء الفريق الرئاسي في تركيا. عندنا عضو المكتب السياسي الموجود اسمه شريف دياب، الراجل اتحبس حبس احتياطي، تجاوز ال 45 وتجاوز الحبس الاحتياطي القانوني على خلفيه قضيه وهميه اسمها تنظيم 25 يناير. شريف دياب اتنكل بيه في السجون المصريه، شريف دياب اتضغط عليه اللي هو يخرج بره البلد ويمشي بره البلد، والراجل وقد كان شايف اللي هو وضعه جوه البلد امر بقى مستحيل، من حقه جدا اللي هو يمارس حياه سياسيه، ومن حقه جدا اللي هو يمارس عمل حزبي في مصر، لان الموضوع ده مقفول عليه. الراجل خد بعضه وسافر بره. هتيجي تقولي اشمعنى تركيا واشمعنى قطر او اشمعنى تركيا اللي سافر ليها؟ هو ده القناه الوحيده اللي كانت مفتوحه له، او السكه الوحيده اللي كانت مفتوحه له اللي هو يسافر ليها، واعتقد اللي هو بعد كده ممكن يغير وجهته لدوله ثانيه. عايزين بس نقول ان مش معنى ان شريف هلال او شريف دياب او اكس من الشباب سافر وراح تركيا يبقى هو اخواني، سافر وراح قطر اللي هو اخواني. احنا عندنا مصريين كتير جدا موجودين في قطر وفي تركيا مش اخوان وما بينتموش للمربع الاسلامي السياسي. اعتقد اللي ما تجيش تحاسبني على كبت وقمع انا شفته في بلدي ومش عارف اعيش حياه ديمقراطيه حقيقيه في بلدي، اللي انا لما الاقي نفسي طالع بره البلد وخلاص انا مش عارف اعيش في البلد ومش عارف امارس حقي اللي بيكفله الدستور اللي احنا كلنا توافقنا عليه، مش عارف اعيش حياه سياسيه في مصر، لما اجي اطلع بره البلد واشتغل كمواطن مصري عادي خالص يجي يزيد عليا ويجي يقول لي ان انا اخوان، لا ده امر غير مقبول. وبقرر وبعيد تاني، مبادره الفريق الرئاسي لا يوجد تنسيق ما بينها تماما ما بين احزاب التيار الاسلامي ولا ما بين الاحزاب ذات الخلفيه العسكريه. مبادره الفريق الرئاسي ما فيهاش اعضاء بينتمون لاخوان المسلمين او اي تيار اسلامي، ده قولا واحدا. لا كان في تنسيق في يوم من الايام، ولا هيكون في تنسيق في يوم من الايام، ولا لينا اذرع لا في قطر ولا في ماليزيا زي ما بيشاع. احنا شغالين عمل سياسي محترم، احنا لينا مطالب مشروعه، عايزين انتخابات رئاسيه في 2018 تقام في ظل مناخ
ديمقراطي. انا فاهم الكلام ده لغايه دلوقتي. اخر سؤال لحضرتك، بتصرفوا على مبادره الفريق الرئاسي منين؟ من اين تحصلوا على التمويل اللازم للقيام بنشاط مبادره الفريق الرئاسي؟ احب اوضح لحضرتك ان احنا اول ظهور لينا كمبادره الفريق الرئاسي كان من خلال البيان اللي احنا قدمناه، البيان اللي بيتضمن 12 مطلب او 12 ضمانه لخوض العمليه الانتخابيه. النهارده كان اول مؤتمر صحفي لينا في مصر، استضافنا حزب مصر الديمقراطي، واحنا بنشكره شكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه. والحزب هو اللي استضافنا، ملناش تمويل، مفيش مصادر تمويل لينا، احنا بنعتمد من المقام الاول والاخير على التنسيق الكامل ما بين كل احزاب التيار المدني الموجوده في مصر على الالتفاف لمرشح رئاسي مدني واحد. احزاب التيار المدني كلها لو اتفقت على سين خالد علي مراد، مين اللي بيصرف على الكلام ده؟ مفيش حد بيصرف. احنا ما عندناش لا مقرات، ولا بنعمل ندوات في قاعات، ولا بنعمل ندوات في احنا بنعمل ندواتنا، واول ندوه لينا في حزب، والحزب هو اللي مستضيفنا. فاعتقد ان احنا مش هنصرف، مفيش يعني الحزب مش هيجي يقول لنا انا عايز فلوس مثلا عشان اجي استضيفكم تعملوا مؤتمر صحفي، طبعا ده لا يجوز وده ما حصلش. فاحنا مفيش قنوات صرف بالنسبه لنا، مفيش موارد تمويل بالنسبه لنا، ان احنا ما عندناش لسه تحرك على الارض، ملناش لسه التحرك على الارض بتاعنا من خلال الاحزاب، اطار رسمي، اطار ديمقراطي، اطار سياسي واضح المعالم، في شفافيه في عرض الامر. اول مؤتمر صحفي لينا كان في حزب مصر الديمقراطي زي ما حضرتك عارف. تتوالى المؤتمرات بعد كده مع احزاب التيار المدني. مش هتلاقي عندنا اللي احنا بنعمل مؤتمر صحفي في فندق 5 ستار مثلا او في قاعه من القاعات المعروفه، ده بالعكس احنا مؤتمراتنا كلها الصحفيه هتكون في اطار حزبي. كل التنسيق اللي هيتم الفتره اللي جايه بصفتي عضو لجنه اتصال سياسي هيتم من خلال الشخصيات العامه وفي اطار الاحزاب التيار المدني ليس الا. تمام، الف شكرا لحضرتك استاذ شريف. شكرا يا فندم. المحدث الرسمي باسم مبادره الفريق الرئاسي. شكرا يا فندم.